عن صراع شركاء مع العملية السياسية على المناصب في ظل تحديد موعد للانتخابات المبكرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. أستاذ لبيد، مرحبا بكم. يعني الرئاسات الثلاث وأيضا مجلس القضاء يؤكدون ضرورة التصويت على قانون الانتخابات، لكن في ظل كل هذه الخلافات تعتقد أن قانون الانتخابات يمكن أن يمرر أستاذ لبيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. لا يبدو أن الأيام القليلة القادمة موعد الجلسة هو سيكون يوم السبت ظهرا، ولا أعتقد أن الأيام القليلة المتبقية حتى ذلك الموعد تكون كافية من أجل حسم الخلافات، لأن الخلافات على ما يبدو بدأت تتوالد، يعني ونشأت خلافات فيما يتعلق من جهة كردستان حاليا. فقبل أن ندخل بالتفاصيل أجيب على سؤالك. نعم. سؤال حضرتك قولا واحدا، أنا أستبعد أن يتم الاتفاق على هذا يوم السبت أو التصويت على القانون الجديد. وأنا أعتقد أن عملية التسويف ستستمر، لأن الكتل السياسية لا سيما الكتل السياسية التقليدية الكبيرة تشعر بالخطر، لأنها فقدت الكثير من شعبيتها نتيجة انتفاضة تشرين المجيدة، وهي مفلسة بالأساس، هي مفلسة وكانت تعتمد أساسا على التزوير وعلى المال السحت الذي سرقته من أموال الشعب ومن قوت الشعب، واستطاعت بالترهيب وبالترغيب أن تحصل على الأصوات رغم أن مشكوك فيها. يعني هذه كلها ستحرم منها، كثير من هذه الميزات ستحرم منها، ولذلك هي تلجأ إلى عملية التسويف من أجل عدم إجراء انتخابات في هذا الموعد، عدم إجراء انتخابات في مبكرة أساسا. نعم. أستاذ لبيد، إذا ما تحدثنا عن الخيارات المتوفرة، يعني القوائم الانتخابية وأيضا الدوائر الكبيرة وتقسيماتها والنزاع عليها وأيضا البطاقة الإلكترونية، كل هذه الأمور لم تحسم. عن الخيارات المتوفرة، هل العودة للقانون القديم هو الحل برأيكم؟ الأغلب الكتل حاليا لا تريد أن تقول، هي تتمنى العودة إلى القانون القديم الذي يعتمد كل محافظة كدائرة انتخابية. نعم. واحد، يعني 18 دائرة انتخابية. نعم. الكتل تدعي بأن هذا متفق على عدم العودة إلى هذا القانون، وهذا طبعا هو رياء بالحقيقة، كل يتمنون، لكن بما أنه مطالب انتفاضة تشرين قالت بالحرف الواحد أنه هذا القانون يجب أن يلغى تماما يعني وعدم العودة إليه، فهي تمارس انتهازية في هذا الرفض. القانون، الخيارات المطروحة كثيرة جدا كثيرة، من بين هذه الخيارات اعتماد كل قضاء من أقضية المحافظات العراقية دائرة انتخابية واحدة، هناك مقترحات أخرى لا ترغب في هذا ولها مبرراتها، هناك من يقولون بأن الحدود الإدارية بين الأقضية غير محسومة، يعني هناك خلافات على الحدود الإدارية، ناهيك عنها مسألة جدا مهمة، هناك أقضية متنازع عليها أو هكذا المصطلح متنازع عليها، يعني هناك قضية فيها غالبية كردية وهناك غالبية عربية، هناك اختلاط، وهذا يؤدي إلى خسارة، يعني لا سيما الأكراد، يعني الأحزاب الكردية تخسر كثيرا من المقاعد في هذه المناطق تحديدا. هناك خيار بالدوائر المتوسطة، الدوائر المتوسطة هناك شقين لها، هناك مقترح باعتماد 3 إلى 5 دوائر لكل محافظة. وهناك نعم. اقتراح آخر، وهناك اقتراح بأن يكون بين 5 إلى 7 دوائر لكل نعم. محافظة، على اعتبار أن هناك محافظة صغيرة ومحافظة متوسطة ومحافظة كبيرة. طيب ما هو تعريف المحافظة الصغيرة وما هو تعريف المحافظة الكبيرة في ظل غياب إحصاء سكاني حقيقي؟ هناك من يقول، يجيب على هذا السؤال، يقول نعود إلى الإحصائيات أو البيانات الإحصائية المتوفره من في عام 2010، اصلا يعني الاحصاءات او البيانات الاحصائيه تلك كان مشكوك فيها ولم تكن دقيقه. لم يجرى نعم. لم تكن دقيقه ولم نعم. يجرى اي احصاء مركزي سكاني العراق منذ اكثر من منذ نحو 20 عام. نعم. فاذا هناك تعقيدات وهناك خلافات، هناك خيار اخر باعتماد انه كل
لكل مقعد نيابي دائرة انتخابية، يعني أكثر من 300 دائرة انتخابية. هذا يعقد عمل المفوضية الانتخابية جدا يعني، وبالتالي يعني يضعون العصي أمام في العجلة. نعم. كلها محاولات، كل هذه المحاولات وهذه الخلافات أنا أعتقد أنها مفتعلة، والهدف الأساسي منها هو التسويف والتسويف والوصول بالنهاية إلى عدم إمكانية أو استحالة إجراء انتخابات مبكرة. إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار التدخلات الخارجية في الانتخابات المقررة في حزيران المقبل، يعني بحسب الأخبار المتواترة المالكي سافر إلى إيران للطلب منها بأن تضغط على الكتل للإبقاء على الدائرة الواحدة، هل ترى أن هناك ربما يكون دور إيراني في الانتخابات القادمة أستاذ لبيد؟ بالتأكيد إيران مهتمة بالشأن العراقي والشأن الانتخابي، لأن هذه الانتخابات رغم أنها لن تصلح النظام الحاكم تماما، يعني تمام الإصلاح، سيبقى فيها العيوب، فيها عيوب كثيرة، ويبقى الفساد مستبد في هذا النظام. النظام حسب رأيي، إذا أردت رأيي، النظام يحتاج إلى شلع قلع، يعني هذا باختصار، يعني لا تنفع معه هذه القوانين. هذه القوانين تؤدي إلى عمليات ترقيع، لكنها بالحقيقة ستنقل البرلمان أو الحالة السياسية والمشهد السياسي سيتحول إلى شيء أقل سوءا مما هو عليه الآن. لذلك لا، إيران تريد أن تحافظ على نفس الدرجة من السوء، تريد أن تحافظ على هذا الولاء الكلي لها، يعني من كل القوائم السياسية أو من كل التشكيلات السياسية، بصرف النظر عن هويتها الطائفية سنية أو شيعية، كلها موالية لإيران حاليا. إيران لذلك يجب أن تتدخل، أو هكذا هي ستفعل، ستتدخل بكل قوتها من أجل عرقلة إصدار قانون انتخابات يؤدي فيما يؤديه إلى صعود وجوه جديدة شابة مستقلة تكره الكتل السياسية وهذه الأحزاب الفاسدة، وتكره الهيمنة الإيرانية على الملف العراقي، وأحرقت الرموز الإيرانية وداست عليها بالأحذية. إيران لا تريد أن تصعد هذه الوجوه، هذه العناصر الشابة التي ترى العراق بعينيها وتريد إصلاحها واستعادة العراق لعافيته. لذلك إيران ستتدخل بكل الاتجاهات، حتى بالاتجاه العسكري، والنشط، ويشهد العراق كما تعلمون يشهد تصعيدا في عمليات القصف وفي عمليات الخطف والسلاح المنفلت أيضا المتظاهرين. نعم. من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد صميدعي، شكرا جزيلا لكم.